اللي صاير فهمي دبي تفضل فهمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصنا مع عبادة. كل كلمة بدك توافي عندها. ما رأي يوم العطلة على ما هو لازم بكل يوم عطلة تعمل مشكلة حضرتك. إذا ما عملت مشكلة ما بتقدر. أنا لا بعمل مشكلة وقلت لك ما بدي أنزل. شوفي شو القصة كمان؟ أمك وأبوك كالعادة كل يوم عطلة. الخناقة ما بصير بلاها. روح انزل جيب خبز مشان الفطور يلا. قولها خلاص طبعا. شايفها بس شلون بدك تعملي مشكلة؟ لك ما عاد رد عليكي يخرب بيتك من حالي. يعني شلون ما بدك تنزل؟ مين بده ينزل؟ عم بحكي معك أنا وين رأيي؟ كله عياط 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 وبعدين معك انتي. لحظة شو عم تعملي انتي؟ عم بشرب مي انا. عملك كاسة شاي يابا شو رايك؟ بسرعة لك بسرعة بتعمليها فهمان؟ دقيقتين دقيقتين وبطاقية جاهزة عندك. وين الركوش؟ شو هلا؟ الله يمضي هالنهار اخي شان هارت. لك انه بس بدي افهم ممنوع يمرق نهار عطلة بدون ما يتخانقوا؟ نعم. شو عم تقول انتي؟ صباح الخير ماما. صباح الخير. دير بالك حالك مني سمعان. دير بالك حبيبي كلك ذوق. وريضة شو هاد؟ شو عم تعمل انتي؟ شو شايفة امي؟ عم بعمله كاسة شاي لجوزي. لا ما خسرتي تركي كل شي من ايدك روح اجري الصحون بالاول يلا. طيب خليني اعمله كاسة شاي بعدين بجي شايفته انا. وانا قلت تركي كل شي من ايدك واجري الصحون يلا لاشوف كلمة مين تمشي بهالبيت. طبعا طبعا انا لازم اجري بالاول. لا حول ولا قوة الا بالله. شايفة مين عم يعمل مشاكل؟ بدك اياها تعمل الجري او ما تعمل الشاي. اسكت اسكت انا ما عم بحكي معك اصلا. لا تقارشني ما بقارشك. بتخلص وبتعمل لك كاسة شاي ايش رح يصير يعني؟ ما رح تموت. لا وانا قلت الشاي اول. لا وانا قلت الجري اول. لا تكبر راس ابو عبادة. بس للتوضيح يا جماعة يعني ايش اعمل انا هالله اجري ولا اعمل الشاي؟ انت اسكتي وتخلي لجوا. ميرسي وصلت الاجابة. لا ابو عبادة شو صاير لك اليوم؟ شو صاير لك؟ الله يهديكي بس. ايه لا عيني انا الله يهديني. شو شايف قدامك مجنون؟ انا بقطع بشعري انا مجنون يا انا؟ انا ما قلت هيك. لا تقوليني شي انا ما قلته. اللي بده ياكل يجي ياكل. الصفرة حطيتها ما راح احط صفرة كذا مرة. وبعد ما اشيل الاكل ممنوع تحط صفرة تانية. حقوني يعني معقول نهار عدته واحد يقضي له البيت؟ اكيد ما راح اقضي له البيت. بدي اتصل شوف رفقاتي. شو شو عم تعمل استاذ؟ استاذ خير اللهم اجعله خير. اجاك الموت يا تارك الصالح. لك انا ما طلعت برا عشان ما تخانقوا معي. نعم بابا خير خير ان شاء الله. ولا انت ما بتستحي على حالك انه ما بتقول عيب. ليش ليش انا شو عملت؟ شو عملت ما لك خبر شو عملت. انت بالاسبوع عندك يوم بتعطل فيه صح ولا لا؟ بلا بعطل يوم عندي يوم عطل. يعني بالشهر 4 ايام مزبوط مزبوط 4 ايام بالشهر. ادبر فيها شغل دبر فيها شغل احسن ما لك بالك عم تاكل وتشرب على حسابي فهمان. هاد يعتبر بداية مشكلة. فنحن هلا عم نحاول نخلقها للمشكلة. شو هاد يا؟ فعلا ما عاد حدا استحى. ما شاب شي شيك. يعني تسمعوني احط اكل بعدين ما حدا بيجي بياكل وبعدين معكم انتو؟ ام عبادة لملمي حالك لملمي حالك بابا. شو يعني لملمي حالك؟ والله شو يعني لملمي حالك؟ لا بقى لهون وبس لهون وبس. والله مالي قعدت لك بالبيت ولا ساعة ولا ساعة مالي قاعدة. ايه بيكون احسن وبالناقص. شو قلت؟ رجع عيد سمعني ايش قلت؟ عبقول وين بدك تروحي طولي بالك ما مستاهل. لا والله ما بالك تركم ولا ساعة والله خلوكم تحفوا ما تلاقوني والله. يا رب تروح يا رب يا رب تروح يا رب. اصدقائي بعد ما تحضروا هذا الفيديو روحوا فورا على قناة التانية نزل هلا فيديو جديد وقصة جديدة. كلكم روحوا احضروا رابط الفيديو بأول تعليق مثبت. منتظركم كلكم هنيك. امي والله طوي بالك يعني هو ما مستاهلة والله ما مستاهلة طوي بالك. لا والله مالي قعدتلكم بالبيت ولا لحظة ولا لحظة مالي كويت شنتك ليك شنتك مالي بالكم بالبيت ولا لحظة. لا والله بالله عليك طوي بالك امي والله بسيطة ما هو مرق قانعوا وري هاي اذا راحت هلا مين بده يطبخ لنا ملوخيه؟ جوعانه انا. هاي حقيره وانا مبالي جاعه بتراضيني تاري همك كرشك انه راعي من خلدي. شكرا لك بابا بابا لحقها بسرعه هي رايحه. اسمع مني رايحه عن جد. ايه بروك بروك ده بروك
ما خرجت تروح على محل، وين بدها تروح؟ هي شاطرة بس بالزعبرة، ها طيخة داخلة وبيركة، وين بدها تروح؟ اه شو؟ أنا عم بعمل مشاكل، إيه؟ أنا عم بعمل مشاكل، ها ها ماشي بسيطة، لا شوف شو بكون تكملوا من دوني، والله تشحطكم كلاب الشوارع والله، والله خليكم تحفوا ما تلاقوني، بسيطة، وبعدين ترتاح كمان. هي علينا، أم عبادة، خلاص بابا، بكفي مسلسلات ادخلي. مسلسلات؟ ماشي، مفكرني عم بمزح يعني بسيطة، أنا رايحة. ذك بابا، والله عن جد راحت ها، راضية بسرعة، لك في جوا غسيل مرات، وفي أكل بدك تطبخنا اليوم، شو بدنا نتغدى؟ ولك أنت ما بتتوبي، ما بتتوبي. طيب أم عبادة؟ نعم، شو؟ هلا أكيد بيكون ندم، بده يراضيني لحتى ما أروح. أنا بعرف ما بيقدر بلاي، وعك أم عبادة، وعك تتنازلي، خليه يبوس الإيدين. شو بدك؟ شو بدك؟ أخذت أغراضك كلياتهم ولا أجيبك شنطة كبيرة تسع أكتر؟ ولك نفس تتغاضى من الساعة كمان؟ أنا حقاني عم بطمن عليك يعني. ماشي، بسيطة، وهي وشي إذا برجع. ماشي، والله خليكم تحفوا ما تداوني والله. أروح ولا ما أروح؟ أروح ولا ما أروح؟ خلينا طول بالي شوي، هلا أكيد واحد من بياتهم بيجيب راضيني، وكون صورتهم فركة إذن. بسيطة، بسرعة يا جماعة، أنا بدي أطلب وجبة ماك. أنا وصيلي على كريس بحجم عائلي، أنا رح أطلب مشاوي، قوم عمر لي الأرجيلة، اليوم سهرة للصبح. يو، ليش لحظة ما حدا إجا؟ شو عم استنوا؟ اسمعي أغنية اسمع. يا راسي يا راسي ولي راسك راسك مين شغال اغاني امي مشان ما يصير فسفسي هذا عبادة الله يوفقك يا خدوج عبادة شهد على روحك افتح الباب افتح الباب